الحسين عليه السلام يريد منا أن نكون منسجمين مع رسالة التقوى. علينا أن نتحرى تقوى الله، تقوى الله بكل أنماط سلوكنا، رجالا نساء صغارا كبارا. أن تكون ألسنتنا عفيفة، أن تكون أسماعنا عفيفة، أن تكون قلوبنا طاهرة، أن تكون أبصارنا عفيفة، أن تكون جوارحنا عفيفة. في علاقاتنا الاجتماعية، في علاقاتنا الأسرية، سواء كنا آباء أو أبناء، جيرانا أصدقاء، يجب أن تكون هذه العلاقات قائمة على أساس من التقوى. يجب أن نحفظ الثقة بين المؤمنين، يجب أن نقطع السبيل على من يلقحون الفتن من أفراد المجتمع وينشرون الأكاذيب. فلا تغرنا القالات والإشاعات والشبهات، وعلينا إصلاح ذات بيننا. فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن صلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام. ما قيمة صلاتنا؟ وحتى ولو كانت جماعة ونحن ننهش بعضنا بعضا، ما قيمتها؟ وعلينا بوحدة كلمتنا ورص صفوفنا، فإننا في ظرف يتطلب منا أن نكون كالبنيان المرصوص، لأن أعداءنا يكيدون لنا كيدا، ومن مختلف الجهات ومن مختلف الوسائل. فلهذا من الضروري أن نحفظ وحدتنا. وأوصيكم بهذه الشعائر الخيرة، هذه الشعائر لاحظوا قيمتها. لم يقل ذلك ومن يهتم بشعائر الله، وإنما قال ذلك ومن يعظم شعائر الله. وتعظيمها هو عبارة عن عنصرين: إقامتها أولا، وتهذيبها ثانيا، وتزكيتها من كل ما يشوبها. علينا أن نظهر بالمظهر اللائق أمام العالم، وأن نتعامل مع كل مكان بما يناسبه، ومع كل زمان بما يناسبه. وتمر علينا ليلة الحادي عشر بكل آلامها، ليلة عصيبة ومرة مرت على بنات الرسالة المحمدية، وفي مقدمتهن سيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى سلام الله عليها. فيا لها من ليلة مرت على بنات رسول الله من بعد ذلك العز الشامخ. فقد كنا بالأمس في سرادق العظمة والهيبة وأخبية الجلالة والرفعة تشع نورها بشمس النبوة. وهذه الليلة بقينا في ظلام حالك دامس من فقد تلك الأنوار الساطعة، بين رحل منتهب وخباء محترق. إن ليلة الحادي عشر هي ليلة الصبر، إن ليلة الحادي عشر هي ليلة الصبر الكبير الذي كانت عليه العقيلة زينب. بقيت قوية متماسكة بكل ما في المعنى من كلمة، ولهذا توجهت إلى الله عز وجل بصلاتها ونوافلها من دروس، كما عبر الإمام زين العابدين عليه السلام. فكانت زينب عليها السلام هي القلب الكبير الذي يسع كل تلك المصائب والرزايا. ومن هنا فإن موقف شيعة أهل البيت عليهم السلام ينبغي أن يكون حالهم ليلة الحادي عشر على مثل حال أهل البيت، فيها من التأسي والاقتداء والمواساة ذلك المصاب. إن على الموالي بخط أهل البيت والمتبع لطريقتهم في الحياة
أن يعيش تلك الحالة وكأنه صاحب المصاب. وأخيرا أسأل الله الفرج القريب للمؤمنين المعتقلين، ونسأل الله الفرج لكل محزون ومهموم، ونسأله أن يحفظ لنا علماء المجاهدين لا سيما سماحة المجاهد القائد. اللهم اجعله في درجة الحسنة التي تدعو فيها من تريد، وأفلح من يصلى على محمد وآل محمد.